السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم، معكم محمد الصغير في حلقة جديدة على مدونة العالم الافتراضي. الكثير يسألوني عن طريقة تفعيل الفيس تايم على أجهزة الآيباد الشغالة بنظام iOS 9، أيضا iOS 9.0.1 وكذلك iOS 9.0.2. ففي هذه الحلقة سأريك طريقة تفعيله يعني فكرة سهلة جدا. فالفكرة تكمن في أن تقوم بتغيير اللغة في هاتفك، كذلك أن تقوم بتغيير المنطقة لأنه ربما يعني يكون غير مدعوم في أحد المناطق. فلهذا ستقوم بالدخول أولا إلى الإعدادات، بعد ذلك ستختار عام أو جنرال، بعد ذلك ستختار اللغة والمنطقة أو language and region، بعد ذلك ستقوم بتغيير لغة هاتفك إلى اللغة الإنجليزية، تنتظره حتى يقوم بإعداد اللغة الإنجليزية على هاتفك أو جهازك الآيباد. الآن هو بعد تغيير اللغة، إذا لم تجد أيقونة الفيس تايم ستقوم بالدخول مرة أخرى إلى عام لغة والمنطقة وتقوم بتغيير المنطقة. إذا كنت في السعودية ستقوم بتغييره مثلا إلى الكويت، إذا كنت في ليبيا ستقوم بتغييره إلى أمريكا، وهكذا يعني تقوم بالتغيير تغيير المنطقة في هاتفك، وستجد بعد ذلك أيقونة الفيس تايم في جهازك الآيباد. طبعا أتأسف ليس لدي آيباد، ولكن كنت سأريكم الطريقة بالتفصيل، فلهذا يعني الفكرة فقط بسيطة. أتمنى لو كان لدي جهاز آيباد لكنت شرحت لكم الطريقة بالشرح. إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى تكون هذه الحلقة وهذه الطريقة وهذه الفكرة قد نالت إعجابكم. رجاءً إذا أعجبتك هذه الحلقة واستطعت إظهار الفيس تايم في جهازك الآيباد، لا تبخل عليه بالنقر على زر لايك وكذلك سبسكرايب. زر سبسكرايب يظهر الآن أسفل الفيديو هنا على يميني، قم بالنقر عليه قبل نهاية الفيديو للتوصل بجديد الحلقات شبه يومية فقط على مدونة العالم الافتراضي th3vw.com. يوجد حلقات شبه يومية وتدوينات في كافة المجالات التقنية. إذا لم تنجح معك الطريقة يمكنك وضع تعليق. نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله. إلى ذلك الحين دمتم في أمان الله.